الأخلاق جزء منها طباع تولد مع الإنسان وجزء منها بيجي بالتربية. أهلي مثلاً أنا علموني أنه اللي بيشوفني بعين بشوفه بميت عين، مش أستغله وأستغل كرمه. علموني أني أفيد الناس بأي شيء ما بضرني. أهلنا نصحونا إذا ما فينا ننفع حد فما نضره، إذا ما فينا نسعد شخص فما نزيد عليه. علمونا ما نشمت بحد ما بنعرفه أو بنعرفه أو حتى بأي إنسان، لأنه الدنيا دوارة. علمونا إذا ما فرحنا بالنعم اللي الله عطاها لشخص فما نحزدوا عليها. يا جماعة السلام عليكم مشاهدين ديالنا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم الصناعة التقليدية اللي كان كيصايب الوالد الله يرحمه مسكين ويوسع عليه، بقاو غير الذكريات ديالو الله يرحمه. واخا صراحة بلاصتو بقات كبيرة بزاف في الدار، لأن أنا أول مرة كنجي للدار من بعد الوفاة ديال الوالد ديالي، جاني الفرق ديالو صعيب بزاف والحمد لله. نتوما كما كتشوفوا هادشي كله الصناعة التقليدية ديالو الله يرحمه مسكين ويوسع عليه، ضيقة القبور. وكان مسكين هذه هي الصنعه ديالو اللي كان كيخدم بها، وهذه هي الصنعه ديالو اللي باش كبرنا، هذه هي الصنعه ديالو اللي باش كبرنا مسكين الله يرحمه ويوسع عليه. هادشي اللي غادي نقوله، الله يرحمه ويوسع عليه ضيقه القبور، والله يرحم كاع الاموات ويرحم كاع الوالدين اللي ميتين، ويطول ربي في العمر الوالدين اللي حيين. وكنشارك معكم الطبيعه والمناظر الرائعه ما شاء الله، كما كتشوفوا هاد الجريده تبارك الله كيفاش دايره بالربيع تبارك الله. الحمد لله ربي يكون خير عنده، اللهم لك الحمد يا ربي. ربي الحبيب غير كيامر على شي حاجه الى قال الشيء يكون فيكون. كما كتشوفوا كيفاش كانت الدنيا كل شيء محروق كل شيء مشوط، والحمد لله شوفوا الفويلات تبارك الله ما شاء الله كيشهيو. الحمد لله ربي كبير ورحمته واسعه وكل خير عنده وكل رزق عنده. الله سبحانه وتعالى الى امر وقال الشيء يكون فيكون. في ظرف ثانيه شوفوا تبارك الله كي كانت الدنيا كل شيء مشوي كل شيء محروق، تقولي صافي راه وصل الصيف، الزرع ولا كيبس، يعني الزرع في يوم الربيع وهو صفر. والحمد لله والشكر لله ربي الحبيب امر، وها هي الحمد لله والشكر لله طاحت الشتاء تبارك الله كيفاش الدنيا تخضرات، الله يعطيها لنا على قد النفع. وهادشي اللي كاين اخوتي وخواتاتي، وشكرا لكم بزاف والله يجازيكم والله يسهل عليكم. شوفوا لي انا عن وي راه مسكينه هكا تضر بداك الصباط، هذه جلبانه المشاهدين شوفوا جلبانه تبارك الله زوينه، شوفوا لي وي راه مسكينه بديك الشديده غير كدور، الله يحفظها. وهذا السينيزار، وشكرا لكم بزاف المشاهدين ديالنا العزاز، وخليكم معنا ان شاء الله تيسال الفيديو. المشاهدين ديالنا توحشناكم تبارك الله عليكم الله يحفظكم، نبغيكم غير تكونوا هانيين وصحتكم ووليداتكم. كيف تشوفوني ها هنا كنكش العويدات كنبقى البرمه حاشاكم ليا كنسخنها، هادي بغا يتوضا هادي بغا يهز الماء، هادي كنسخنها البرمه في برا اش كنتوضا منها وكنهزو منها الماء، هادي بغا يتوضا هادي بغا عارفو يبغا يغسل حالتو هادي بغا. المهم كنعمر البرمه برا ونكنكش العويدات انا كنكش ليها العافية. كيف تشوفو هاكا كنكش العافية البرمه برا باش كيسخن الماء، هادي بغا يتوضا كيهزو الماء تكون دابا كنعرفو عالبال. الله يرحمنا ورحمتو الله يعطينا الشتا باش تقد الدنيا. دابا الجريحة والليل والبرد، الليل والجريحة كنسلح الدنيا بيتا بالجريحة، داكشي كنسخن الماء ها كيكونو العواد من برا مرويين، المهم كنقليهم السيد عليهم باش ماشي نعملو. تبارك الله عليكم وتبعونا انتوما ماشي تعاود كنعملو عاود شي حاجة هادي وتشوفونا. تبارك الله عليكم نخبركم لاباس عليكم هانيين كما كتشوفوني. هاني كنحيد الحجر الفرنا هاني عاد بنيتها، هاني كنحيد الحجر القوي، انا نحيد شي واحد الحجر ها تما شوف شي واحد الحجر مازال فيها الحجر، واخا حط لها ميكا مازال فيها الحجر ها مازال فيها قوط الحجر الزيت كبيره حتى من داخل انا صاتني صغيره وهي كبيره. انتما كتشوفوا العربيه هي هذه السما خصنا نديرها فرنا كثر باش كنعاونو على الفران باش كنعاونو على البوطه ما كتسال علناش البوطه ها ما كتبقاش حتى شحال الحجر فيها ها الحجر ها ها وهادي حيت من قبل وانا نحيد نهار الشمس انا كنجري ها مازال ها زيد. دابا تشوفو عين ساليها ويسعو شوفوها من داخل كي دايره عين سالي الحجر هانتوما معايا عين سالي الحجر عاودو حجر.
الطياج الحجر الكاميون. زينة اجي فوت لحدو ولا نمشي؟ هاي تما تشوفي ها. يلا بقى حداي. يلا وقف. مازال دابا هذوك اللي لاصقين كتكون العافيه فيها كيترققوا كيتحيدوا. مازال لاصقين غير شي تحيدوا منا. ها انت معايا نسالي واجي تشوفوها من الداخل مزيانه من الداخل كبيره. مازال لصق فيها الحجر وكان غرت نحط لاميكا. صورة فيديو فيديو كليب وعي 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 الحجر وعي تشوفوا من وعي كي دايرين لاباس دايرين نتوما مزيانين وكل شي زين الامور مزيانه نطلبوا الله يعطينا الشفاء وتوحشناكم والدورو ايوا غير سكتو دابا راه القضية باش نقول لكم راه خلاص الشمس والله العظيم باش نقول لك إلى الله يعطينا الشتا يا ربي لا معطينا الشتا يا القضية راه واقفة وشكرا خوتي والحمد لله على كل حال خوتي وتحياتي للناس اللي كيتابعونا ويديروا لنا جيم وشكرا لكم وتحياتي لكم كبيرة كتير ما عنداش الحد هاك ما عنداش الحدود جدر يلا جود باي يلا باي باي عليكم كيف راكم هانيين لاباس عليكم الصحة ديالكم المشاهدين ديالنا خوتنا خواتاتنا بارك الله عليكم كيف تشوفوني أنا كنقي له غاس أنا حتى هاد القصبور أنا كنقيه من هنا كنقي القصبور شو كيف داري بالربيع كنسقيه كنرشو كل نهار كنرشو بالما داكشي وما رحمنا في الشتا هنا كنقيه ونقي عاود واحد شويه ديه ها واحد شويه عاود يكون الغش ها هما هما الفيلات عاود ها كنعريهم كيديعو ملي واحد جوج دجاجات كنغطيهم حتى يكبرو شويه واحد شويه الثومة عاود هي هي هنايا غاطا شويه د الفول وشويه د الجلبانه ها الجلبانه والفويلات ها غير شويه غير شويه 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 باش غير كنزين زعما هاد الجريطه صافي انا نمشي نقي القصور واخا راه شي قصور صغير هاد غشتو صغير حتى مازال صغير ها كان الا ما تنقاش من الربيع ما يكبرش حيت داير الربيع هنا ها هنا غير ربيع هادي كيقولو لها حريقة داكشي كتنبت هي بزاف حريقة هنا ها داكشي نقيو هنا هاد الربيع باش يظهر القصبور إلا مظهرش عاود نغرس عاود لاخر باش يكبر لرمضان رمضان قرب داكشي كنقي دابا هدا باش إلا مظهر لي شوية القصبور عاود نقش عليه. السلام عليكم المشاهدين ديالنا حنا عاود نقيو هاد القصبور عاود حتى تبعونا عاود تبارك الله عليكم والسلام عليكم المشاهدين ديالنا وعبد السلام دابا كيشطب حشاكم تقبطوا لها سيدي تقبطوا لها هكذا
دابا الشتا غير كطيح الشتا، هانتوما كيما كتشوفوا الدنيا هنايا فاسقة حيت قوس الدار ما مسقفاش، داكشي علاش الكسيبة مساكن كيتكرفسو وكيموتو. دابا المشاهدين ديالنا حنا كنشاركو معكم اي حاجة درناها. السي عبد السلام دابا هو كيشطب، كيجمعو هكاك بالبالة ولا بالصبع عاد وكي تجي الواليدة تشطب. المعيزي ها هما ضعافين. عبد السلام المعيزي ياك ضعافين مساكن. شوف اخوتي، شوف شنو عبد السلام؟ الزعر مسكين كتقوز عليه. شوف قالك شوفوا الزعر مسكين كتقوز عليه. شوف اخوتي ها يا اخي الله يسهل عليك شي رزق ان شاء الله يا ربي. على كل واحد يا ربي امين كيتمنى لنا الخير. الله يسهل عليه، يسهل عليه، الله يسهل على كل واحد. نتمنى المشاهدين انتما اللي باش غتعاونونا هي المشاهده ديالكم من الاول حتى الاخر، وما تدوزوش الفيديو وكما قال لكم عبد السلام لي لايك، وشكر خاص ليكم. هنايا كنا كنقضيو العافيه اخوتي بكري. اه شحال هذه ملي كنا صغار، هذه هي كانت كانت الكوزينه، هذه هي الباب اللي كانت عندنا، كنا كنخرجوا في الكسيبه حاشاكم. درنا الباب بوحده زعما دابا راه حن علينا. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد على كل حال. المهم تحسنات شويه الوضعيه بحال كيما كنا يعني اطفال صغار، منين كبرنا الحمد لله تقاتلنا والحمد لله كل واحد وشنو دار، اللهم لك الحمد. درنا بعدا الباب اللي هما فاش كنا صغار كيما قال لكم عبد السلام، هذه هي الباب كيما كتشوفوا راه مسدوده بالطوبيه، كنا كنخرجوا في الكسيبه عاد كنخرجوا لبرا. دابا خوتي دابا انتما عبد السلام انتما غديروا الطواليت، مبروك عليكم. دابا مزيانه عبد السلام اللي غتبنيو الطواليت ياك. هانتوما شتي دابا كيف جمعتي انا هانتوما خوتي. بصراحة زعما العربية راه صعيبة، غير الله يفرجها من عنده وصافي. هانتوما خوتي ها شوف اخوتي، شوف اخوتي دازت علينا الحمد لله والشكر لله. كيفاش الازهر عايش ها انا جمعتو شوميشا كتغطيها وانا شوميش. هذاك اللي فيه الماء هو اللي صعيب، هذاك اللي فيه الماء حيت ما مسقطاش الفوق عريانه، هذاك الشيء علاش المعيز مساكن كيموت. شوف اخوتي شوف